صباح الخير الغسالات، صباح الخير الفنات، كيف صبحتوا؟ صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم على خير وبخير؟ كيف ما كتشوفوا اليوم بديت الصباح حطيت بنتي في الكيندرغارتن كيف ما كتشوفوا معايا الغزالات، وغادي نمشي دايره انا وصاحبتي عينا البنات نجيكم نيشان عينا من الدراري وتنبال هاد الكوزينه والتوجات. قلت لك يلا نمشيو نديرو شويه الديفول وانا وياك. والله الا البنات غنمشيو دابا غنديرو التيست ونيت غنشوف ناخذ سريولات الا لقيت منين ناخذهم وما يكونش كلشي سد، ونضروا البنات ونشكروا الذكريات. وبنادم كيتطلق شويه مع راسو ما كيبقاش نهار كامل وهو في الدار والشقة وهذا. المهم انا البارح البنات شقيت وجمعت كوزينتي وخملت في الليل تهنيت حتى الا دخلت عيانه نضربها بشي نعسه هي هذيك النوض نوجد لزماني. المهم البنات خليكم معايا وما تمشيو فين كما كتشوفوا. انا جيت لقيت صاحبتي مسكينه عمرات ليا الوراق سبقاتني، ها هما هادشي اللي كتعمروا فيهم هنا هنايا فين كيجلسوا داكشي، وغادي ندير التحليله ونمشي انا وياها ان شاء الله. الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا انا جلست حاسه بواحد الاحساس غجد غريب اللي مجربها راه غيقول لي كتحسي بحال شي هر فنيفك وداكشي عرفتي. والله العظيم الا صعيبه شويه صعيبه الصراحه، عفتوا عينيا البنات دمعوا. صاحبتي كانت كتضحك عليا الفنات. ها حنا درنا تيست نعم سيدي ايوا خرجت يا لالا نيجاتيف. كاينة كورونا. كورونا راه جيت لحدانا وتهرب البنات. المهم الغزالات غادي نمشيو دابا تباركي الطونوبيل ديالها وغادي نديرو دورة شرفية دورو نتسالمو غنطوطحو هاد النهار حيت عيينا كيما قلت لكم شقة وتمارة غنديفولا واحد شوية. المهم الغزالات خليكم معانا وما تمشيو فين. انتم البنات كيف ما كتشوفوا حنا غاديين كنهردوا انا وصاحبتي كيف ما قال هذاك كنهضروا، والله الا كنا مع محسن منا انا حاطه عليها الراس مسكينه وهي حاطه عليا الراس، وكنخرجوا كنفوجوا كنحيدوا القنط. والله راكم عارفين البنات مع هاد كورونا سد حل سد حل النفسيه كتعب. المهم حنا طالقينها كتسرح والله يسالات كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله كلشي حال كلشي كيشعل هك هكا والناس عرفتوا يا الغزالات كلشي مطرق كلشي ساد من غير هاد التركي هذا. ها هو ها ورا داير سلسله عند الباب كلشي مطرق مهجوره. ها انتم مهجوره المدينه تيدي ساد ديال شارع العرب كلشي ساد كلشي يا البنات. والله العظيم الا طرقات علينا اطرقات علينا الزمر كامل. واش غندير البنات ما عندنا ما نديرو حنا صابرين. الله يطلقونا في الصيف غير يطلقوا لنا حديقه الحيوانات يطلقوا لينا البنات. سميتو كنت باغا نشري سراول هنا بقيت بلا سراول البنات. والله العظيم ما عندي شي سروال كلشي اللي عندي هذوك مقطعين فاش ما كنتش كندير الدره هذوك هما اللي عندي. ايوا واش غنديرو اللي قالك لا تقول لي غنسرحو انا وصاحبتي رجلينا مزيان غنتمشاو كيف ما كتشوفوا. ها نتوما فولفات محلوله اون تيرمين لكن ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا كلشي سادين وبلاصه الحوايج. كنت باغا نشري سراول للبنات. مهم اون تيرمين اللي بغات تميعنات اللي بغات شي حاجه راه اون تيرمين، ولكن الحوايج وداكشي ملابس الداخليه كلشي. ثم الغزالات هادو ها نتوما المخدات مخده يعني كتكون بحال ميديكال هذوك اللي كتحليهم وكيتنفخوا دايرين البنات 12 اورو 99 نصحكم بهم. كاين هاد الكوفرليات هادو البنات انا كنعطيكم غير كفكره ها هما اللي خاصهم كوفرليات البنات راه كاين في فولفات 19 اورو 99 كوفرليات صيفيين زوينين ب 20 اورو. شوفوا هاد المخدات هادو شحال مخده ب 6 اورو. المهم البنات اللي باغي ديباني راه موجود ها هو هنا فولفات كما قلت لكم اون تيرمين والحوايج ما كاينينش. هذا الشيء اللي كاين الغزالات هاد دوك الهيدورات الصراحه في اكسيون خاص هادو 15 اورو 99 فيهم هاد اللوينات هادو ها هما كيف ما كتشوفوا معايا الغزالات. الغزالات احنا في غاينولدي كلشي ساد ما تمرضوا راسكم ما تشيبوا عظامكم جلسوا صلوا واه صليو صلاتكم وجلسوا حدا وليداتكم كلشي ساد من غير فولفات
وانا تيرمين وما فيهش الحوايج. ها نتوما الغزالات كلشي مطرق كلشي كما كتشوفوا معايا. غنوريكم واحد الدخان، هذا راه شكرتو ليا صاحبتي، قالوا لك لالا فيه الكولاجين. ها هو الكولاجين البنات، هي ديك الماده اللي كتكون عندنا في الوجه، ومع بنادم غادي وكيكبر كتنقص ليه ديك، كينقص ليه داك الكولاجين، باش بنادم كيبقى كيترخاو ليه حناكو، كتبدا فيه ترهلات وداك التكماش وداك الشيء، كديريها البنات فيه الكولاجين، يعني كيساعد على ان دوك الترهلات وداك الشيء ميبقاوش في الوجه، اللي هو هذا كاين ديال الليل وكاين ديال النهار. ها هو هذا ديال الليل زرق، راه فيه نجمه هنا، وكاين ديال النهار، وشريو غير ديال النهار البنات، دير 5 أورو و95 الغزالات ديالي. المهم فيما كانت شي حاجه مفيده وزوينه راني كنقولها لكم، وحاجه كما كتشوفوا حنا دخلنا لتيدي، التيدي اللي محلول هو التيدي ديال غينوردي بوحده، ديال شارع العرب ساد، ديال سميتو ساد، وهنا راه سادين البنات بالميكات، سادين هنا بالميكات، شفتوا الغزالات سادين النص ديال هذا الشيء بالما كتشوفوا، غير باش تعرفوا داك الشيء ديال اعياد الميلاد حيدوه، ولكن التيست ما بقاش وكلشي سدوا. ها انتم نقولوا لكم ما نعاودوا لكم، يا لالا ويا لالا ويا لالا يا لالا، الحادقات شرينا حتى تشبعنا الحداجات، ما لقينا فين ندخلوا، ما لقينا فين نمشيو. البنات كنا دايرين زعما نخرجوا هكا، لقينا شي لبسات للبنات، البنات البنيتات الكبار العزبات هكا العيد كاع الصغورين، راه نشوفوا لهم من المواقع الساعه، ما لقينا حتى شي، ما كاينش البنات، كلشي ساد، غير جلسوا في دياركم تبتوا قراو وسبحوا، كنسحابنا كاع ما نخرجوا، وبلا تيست تيدي، بلا تيست فول فوت، بلا تيست، وكلشي سادين، ودوك الحوايج داك الشيء ديال المهم داك الشيء ديال الملابس وداك التخربيق وديال لي زاكسيسوار وداك الشيء كله مسدود، كتجي وكتدخلي كتاخذي غير داك الشيء اللي خاصك، الحليوات ولا شي لعيبات صافي، داك الشيء اللي كاين البنات، والله العظيم زعما الصراحه عاودوا سدوا علينا زعما، خلاونا بحال بحال دوك الهباله، يعني هنا كندورو غير سميتو صاحبتي جيت عالي قلت نجلسو فشي بلايصه، حنا جالسين كنشوفو في اللي طالع واللي هابط، واخا اصلا الشطاط خاويه ما فيها حتى شي حاجه. المهم الغزالات ديالي هانتوما، دخلت عاوتاني للكزار كيف ما قلت لكم، مشى هي المخ عاود ما لقيتوش، قال لك ما كاينش. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخيرات كلشي عندنا تبارك الله موجود، واللي باغي حتى دوك الحمام الصغير راه كيتباع عند الكزار اللي جا في الشارع كيف ما كتشوفوا، صافي وشريت الحوت، وهانتوما كيف ما كتشوفوا معنا الشباكيه تبارك الله ما شاء الله، قلت لكم الخيرات موجوده، المقروط الشباكيه بجميع اشكالها والوانها، مهم الخيرات الحمد لله، عندنا كل شيء اللهم لك الحمد في هذه البلاد خصها الصحيحه. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم راه الجو غزال 17 درجه الصاد، وانا لابسه هاد الجاكيطه. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، هنا تفارقت انا وصاحبتي، مشات تجيب وليداتها وانا غادا انا نمشي نجيب بنيتي، وصلتني مسكينه حتى لهنا، صافي غنجيبها البنات بنتي. المهم درنا مشيت عند الجزار خديت الحوت، حنايا البنات حنا ريافه كناكلوا الحوت بزاف، وفي رمضان كناكلوه بزاف بزاف، كيعجبنا الحوت عندنا في الدم. المهم الغزالات ديالي دابا غنمشي نجيب نويويره، اليوم راه درت لكم غير جوله معايا هكا خريجه خفيفه ظريفه، نبدل لكم عاوتاني شويه، ما بقاوش ديما حنا محشيين غير في الكوزينه، محشيين حنايا غير في الشقه غير في تماره، بالعكس راه الصراحه كنبغي البنات نخرج وندور وداك الشيء، ولكن راه ما كاينش فين غتمشي، كلشي دابا سد مطرق. ايوا هذا مكان الغزالات ديالي، وبالنسبه للناس اللي باغيين يشريو لوليداتهم كسواس ديال العيد، ما عليكم غير بات بات، هذاك هو الحل الوحيد. انا براسي ان شاء الله غادي نمشي دابا للدار ان شاء الله، وغنشوف ان شاء الله الرحمن الرحيم شنو غادي نختار لبنياتي، وصافي ونشوف بنتي الكبيره حتى هي نعطيها تختار داكشي اللي باغا اللي باغا تشري، لان راه ما كاينش ما كاينش باش تقول نخرج ونشري، كل ما كاينش سوند اسد اشياب، كلشي كلشي ساد، كلشي مطرق من غير تيدي وفولفورت ديال شارع العرب. المهم الغزالات خليوني ان شاء الله حتى نوصل للدار ونكمل معكم الحديث. المهم الغزالات انتما كيف ما كتشوفوا معايا، هنا جيت للدار، هنا جيت لا تقولوا ما جيت، انا وصلت جبت بنتي وجيت البنات للدار،
وهذا الشيء اللي كاين، واحد الجو زوين والله. كما كان البنات زعما الصراحه كما كانش رمضان وكنا درنا الشوايه لتحت الصراحه، هذا الجو هذا ديال الشوايه وديال الضحك والنشاط والشميشه، ولكن دوماج كاين رمضان ان شاء الله تيدوز رمضان ان شاء الله ونبقى نهبط هنا للجريده، وما كاين غير الله يعطيك صحيحتك، وما كاين غير الشوا وكما خلاها هذوك الجمعه مع الحباب. المهم الغزالات كيف ما كتشوفوا معايا صافي خرجت البنات، بديت خديت الكروفيت و المهم غنقول لكم الصغنيو لي، لان كملي كنقول هكا بسميتو بلغه اخرى كنتلف. خديت جامباس وخديت كالاماريس صافي، خديت الكروفيت والكالامار صافي خديتهم البنات، لان رمضان حنا عندنا كيدوز بالحوت، من غير الحوت ما يدوش. تشهيتو رمضان حنا البنات كاملين حنا في الريف كندوزو غير بالحوت، ضروري الطبق ديال الحوت يكون في وسط الطبله. انا الغزالات وخديت هاد الصينيه، خديت البنات هاد الصينيه هادي من تيدي لان البنات كنبغي باغا صينيه، كانت عندي وحده ديال البلاستيك وصافي تهرسات شحال وهي عندي، كنت خديتها من السوق الصراحه غزاله. ودابا خديت هذه البنات، خديتها بجوج اورو، خديت هذه البنات لان كناخذ هذيك ديال اتاي كبيره وثقيله، هذه زوينه وفين ما حطيتيها تحط ونحط كويسات ونحط هذاك الشيء وندي لسميتو. وخديت هذو البنات، هذو ديك المره كنت غناخذهم وما خديتهمش وبقى فيا الحال وقلت والله حتى ناخذهم، دايرين البنات 59 سنتيم هذو ديال البيض. اشكوما ماما اشكوما، خديت ربعه البنات ها هما شفتو، هادو هما اللي خديت وكديري فيهم بيضه 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 كديرهم هكا كيجي غير زواق. دابا حنا كنشريوها باش نزوقو، والصراحه شنقول لكم البنات انا ما كنبغيش نشري، راكم عارفين عندي الضيق في البلاكارات ويلا هازين ليا ان شاء الله حتى نلقى شي دويره ونشري داكشي نيت على حق قو الطريق وداكشي ديال الزاز داكشي نتاعي. اما دابا البنات والله الا شريت شي حاجه غير كنتعدى وناخذها وصافي. المهم الغزالات ديالي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا انكم استفدتوا، انكم ديتوا خبر بان كل شيء ساد ندم يريح يجلس نيت مزيان، جات مع رمضان جات مع هذا الشهر الكريم عند الله، بنادم يصلي ويدعي الله ويجلس دويرتو يقابل وليداتو، هادشي اللي كاين برا ما كاينش. واللي بغات تتقدى البنات موجود بات بات، موجود مواقع من دابا خصكم دومونديو بحرا يوصلكم الحويجات. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا هادشي اللي كاين، هذه هي الدويره اللي درت لكم اليوم في رمضان، دويره خفيفه ظريفه على قلوبكم، بدلنا داك الروتين ديال الكوزينه وديال الروينه. المهم الغزالات ولا كنتو باغيين شي فيديو ولا شي حاجه قولوا لي مرحبا على العين والراس ومحلي.